جزاك الله خير. حياك الله، بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما هو التواضع المقصود في هذا؟ التواضع على ظاهره. نعم. لا يتكبر الإنسان، التواضع ضد التكبر. فالله جل وعلا يعوض من تواضع له بأن يرفعه سبحانه وتعالى، يرفع منزلته، يجعل له رفعة في المنزلة بسبب أنه تواضع لله، تواضع لله. نعم.